اسمعني جيدا، إن فعلتها مرة أخرى فلن أرحمك أبدا يا عبد الله، أفهمت؟ يجب أن تتعلم يا معاذ كيف تدير المزرعة جيدا مثلي. نعم يا أبي. لقد حان وقت الغداء، هيا لندخل المنزل يا معاذ. أبي، هل أنادي على عبد الله حتى يأكل معنا؟ لا لا، أتركه يعمل وسوف نرسل له طعامه مع طعام العمال. لقد تم التحميل يا سيدي. 500 ورقة، ثمن محصول بستانك. وأين ثمن محصول بستان أخي؟ رحمه الله، لقد كان نعم الرجل. وهذه 1500 ورقة، ثمن محصول بستان أخيك. شكرا لك. يا معاذ، يا معاذ. نعم يا أبي. تعال يا بني لكي ترى ما أحضرته لك اليوم من هدايا وملابس جديدة. السلام عليكم يا عمه. وعليكم السلام، ماذا تريد يا عبد الله؟ ملابسي بليت يا عمه ولم تعد تحتمل غسلها. وماذا تريدني أن أفعل لك؟ لقد علمت أنك حصلت على نقود محصول بستان أبي رحمه الله، وأريد جزءا منها حتى أشتري ملابس جديدة. أتحاسبني يا عبد الله على بيع محصول أبيك؟ لا 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 أبدا، لم أقصد محاسبتك يا عمه. وماذا تقصد إذن؟ على أي حال لم يأتي بأكثر من 100 ورقة، ولقد حفظتها لك في خزانتك بعد خصم مصاريف طعامك وشرابك. جزاك الله كل خير يا عمه. هيا انصرف الآن. السلام عليكم. أرأيت ما أحضرته لك من ملابس جديدة؟ أرني يا أبي، فأنا متشوق جدا لرؤيتها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا مرحبا بالضيوف. أخبرني كيف حالك يا جعفر؟ في خير حال يا سيف، تفضلا تفضلا. كيف حالك يا جعفر؟ لقد جئنا لنطمئن عليك وعلى ولدك معاذ، ولنطمئن على حال ابن أخينا عبد الله. أين هو؟ ربما يلعب في البستان. ها هو قادم يا أبي. ها هو. ما له؟ تظهر عليه علامات التعب والإرهاق الشديد. نظف مخزن الفاكهة. نظف مخزن الفاكهة؟ كيف تجعل طفلا يعمل مثل هذا العمل الشاق؟ لقد أردت أن أجعل منه رجلا يعتمد على نفسه حين يكبر. ولماذا لم تجعل ولدك معاذا رجلا يعتمد على نفسه حين يكبر أيضا؟ لأنه معاذ لأنه ما زال صغيرا عن عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما لك؟ قد نحل جسمك جدا، ألا تأكل جيدا؟ إنني أكل مع العمال ولا يتركون لي ما يكفيني من الطعام. ولماذا تأكل مع العمال يا بني؟ إن عمي جعفر يقول إن هذا يجعل العمال يحبونني، مما يساعدني على تعلم العمل في البستان بسرعة. كيف تفعل هذا؟ لما لم تجعل ابن أخيك يشارككم طعامكم؟ لأنه لقد كنت أظنه يستحي من الأكل معنا وأنه يفضل هذا. لماذا لم تغير ثيابك؟ لا أملك غيرها يا عمه. ولماذا لا تشتري ثيابا جديدة يا عبد الله؟
طلبت هذا من عمي جعفر فنهرني وقال لي إن محصول أبي بيع بمئة ورقة فقط، وهذا لا يكفي لشراء أي ملابس جديدة. مئة ورقة فقط؟ ولكنني قابلت عبد الخالق وقال لي إنه دفع لك 1500 ورقة ثمنا لمحصول بستان أخينا رحمه الله، فأين الباقي؟ لأنه أنا أترك لك الوصاية على ابن أخينا اليتيم لترعاه وتحفظ حقوقه وتنميها له، فتصنع به صنيعك هذا، ثم لا تستحي أن تسمعنا هذا الهراء. ألا تخاف الله يا أخي؟ كيف فعلت هذا مع اليتيم وهو ابن أخيك؟ ألم تسمع قول الله تعالى: ولا تقرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن؟ أنا لم أقرب مال ابن أخي. ولم تسمع أيضا قول الله تعالى عن أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لقد أخذته كأجر لي، أليس هذا من حقي مقابل ما أبذله من جهد ووقت لتنمية هذا المال والحفاظ عليه؟ هذا إذا كنت فقيرا وكان ماله يحتاج إلى جهد كبير يشغلك. ألم تسمع قول الله تعالى عن أموال اليتامى: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وماذا يعني هذا؟ أي إن لك إذا كنت فقيرا أن تأكل من مال عبد الله بما تعارف عليه الناس، بلا إسراف فتهلك ماله، ولا تقتير فتضر نفسك. لكنك بفضل الله تمتلك من المال الكثير، كما أن مال عبد الله لا يحتاج إلى جهد كبير، فعليك أن تستعفف عن مال عبد الله، أي تمتنع عنه. هل فهمت يا أخي؟ إذن هل كنت مخطئا في حق عبد الله؟ أما زلت تسأل كنت مخطئا أم لا؟ ما بك يا أخي؟ لقد جعل الله أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب. ففي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. وقد حذرنا الرسول صلى الله عليه وسلم من الاعتداء على حق اليتيم، فقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. واعلم يا أخي أن أجر هذه الوصاية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى، بل حثنا صلى الله عليه وسلم على حسن معاملة اليتيم، وجعل ذلك سببا في زوال قسوة القلب، فقال: أدني اليتيم منك وألطفه، وامسح برأسه وأطعمه من طعامك، فإن ذلك يلين قلبك ويدرك حاجتك. يا إلهي، كيف كان هذا الكلام غائبا عني طوال هذه المدة؟ جعفر، هل تعلم قدر ثواب من يكفل يتيما في داره؟ فلقد قال صلى الله عليه وسلم: من ضم يتيما بين مسلمين في طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة. لقد كنت مخطئا حين أضعت على نفسي هذا الفضل الكبير. أرجو أن تسامحني يا عبد الله، فقد أسأت إليك، وأعدكم ألا أعود أبدا إلى ما كنت عليه، وأن أرعى عبد الله حق الرعاية، وأن أحفظ ماله وأسلمه له عندما يبلغ سن الرشد، لعل الله سبحانه وتعالى يغفر لي ما